قل لي كل اللي انت نفسك فيه. نفسي احضن الرئيس وابوسه. اهلا بك يا عبد الله، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت وكل كل اللي اتصاب وكل اتأذى يعني، والشهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت لسه صغير والدنيا لسه قدامك، وهتشوف كتير، هتشوف كتير حلو ان شاء الله، هتشوف كتير حلو. ودايما في حياة الناس والشعوب ايام بتبقى صعبة، لو الناس صبرت واستحملت واشتغلت واجتهدت وقبل ده كله يعني اعتمدت على الله سبحانه وتعالى وصدقت ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على الدعم وعلى النصر، قادر، ربنا قادر يعمل المستحيل كله. اسمح لك اسلم عليك.